أن هذه الدولة قامت على أسس الكتاب والسنة. الدولة هذه قامت على العقيدة، وأكبر محارب للفساد وتطبيق الشريعة الإسلامية. لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم، لكن لدى السعوديين همة. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا هد هذا الجبل وتساوى بالأرض.